الرجاء الرجاء إطفاء السلولار، لأنه يؤثر على أجهزة صوت. بكير له حياتي عدي. لا ما فيي، بدي اروح على المكتب. خلص بريك الغداء من 10 دقايق. شو عامل بعد الخمسة؟ ليه؟ بركي بخلص شغله وبيجي لعندك. اكيد انه اذا اكيد لأمرك حياتي. 90% على كل حال بحكيك على السلولر. ايه ضروري تحكيني، وعتجي من دون ما تحكيني. ليه؟ تأمرك بالبيت كحياتي. جيمي بتحبني؟ شو هالسؤال هيدا؟ جاوبني. معلوم بحبي. إيه ما شايفي ملا صورة معلق لك إياها على الحيط، وهيدي ماشي. إيه لو بشوف الصورة المحفورة بقلبي. حبيبي بحبك كتير. والقايل يلا حياتي أحسن ما تتأخري على شغلك، بعود بتلفن لك أنا. مين هيدي؟ هيدا عبدو ابن خالي. اجيني بدي أتأكد. ولو يا زنزون ما عندك ثقافية؟ بلا بس بحق لي غرا حبيبي. إذا هيك تفضلي. تأكدتي؟ صار في رد على ابن خالي؟ حرام بيكون عم يحكي لي من الضايعة. ألو بونجورين، كيفك يا زلمه؟ اشتقت لك. وينك مش عم بتشق علي؟ ايه عم بقول وينك مش عم بتشق علي؟ ليه عم بحكيكي بالمذكر؟ عم بغنجك يا صغير. شو في ما في؟ شو عامل بعد الخمسة؟ يعني مبدئيا في عندي شوية شغل. طب ليه ما بتطلي انت لعندي على السبعة؟ ما فيك. طيب خلص انا بطل عندك، بس بتذكريني بيتك وين؟ لا 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 ما نسيت. بذكر انه على الطريق العريضه شي هيك. ايوه شفتي انه ما نسيت. ما قلت بركي نقلتي بيتك. ما انا قلت انا بنقول لعندك. ولك حضر لي حالك يا صغير. ليك حياتي اجى لعندي ناس. ايه بحكيكي بعدين اكيد. يلا باي باي. شو بدي احفظ؟ لا احفظ 100 عنوان بعنوان. يلا 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 واصل 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 واصل. يلا هاي حياته حياته. هاي حياته. تأخرت عليك 14 دقيقة ونص. خير ما عملتي. شو؟ ليه تأخرتي حياته؟ ما حياته سيفون في عشان تصير مش طبيعية. هلا وقدر من المدارس هيك السيف. ولا يهمك، باخد دوش على السريع وبرجع لي. إيه لا 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 حياته ما تطول معه نص ساعة بس. بس ماشي نص ساعة ولو. شو بدي أعمل؟ هربت هريبة من الشغل. سلمت ليلى محلي وزمطت. مين ليلى؟ فيتي بالشغل. شي حلو؟ هي بس جميل. طب حياته عطيتيني موعد على الثلاثة وعدتيني تبقي للسبعة. ليه الزعبرة؟ حظ عاطي. التقيت اليوم مدير شرف على الشركة. على حظي شرف المدير. حياته ما بينشبع منك بنص ساعة. خليلي هالقد بتحبني؟ وأكتر. إيه ما شايفة ملا صورة معلق لك إياها على الحيط؟ وهيدي ماشي. إيه لو بتشوف الصورة المحفورة بقلبي. حبيبي شو بحبك. والقايل يلا حياتي ارتاحي 5 دقايق باخد دوش على السريع وبرجع لك. مش طايق حالي عرقان. يي لا عرقان، شو كنت عم تعمل؟ كنت عم بعمل عم عزل التبخيتي. ديك يسلم لي النشيط. ولا انشط من هيك. ثلاثة كيف؟ عزلت التبخيتي 3 مرات هالشهر. واو برافو. بس
الكثافة، ولو معي وقت بعزلها 4 مرات وما بقول آه. أنا فايق. اعتزلت تدخيتي؟ لا، بتحمم بعدين بعزل التدخيتي. إيه لا بسرعة حياته لأن صرت واصلة البيتزا. لا طلبت البيتزا؟ إيه، ما قبل ما فلم الشغل قلت لها لصوفي تطلب لي بيتزا دليفري لعندك، ليش عندك مانع؟ أبداً، أنا مخور من الجوع على التعزيل. أمين صوفي؟ فيتي بالشغل. شي حلو؟ إيه، يلا يا جيمي فوت، ولا أقول لك خليني فوت قبلك تكي على التواليت. يلا. لحظة. فوت معي؟ إيه، بس جيمي. طيب. حلوين البنات. حلوين البنات وشو حلو الحياة، حلوين البنات وشو حلو الحياة، دنيا رخ وبسط وجخ شوية مصرية. لكن هالأيام البنت وصمتهم مش الكل، عم تعمل عمليات لبسي تشبه الكل، ابرهم وابرهم صارت كلها سيليكون، والعيون النفس الخضرة لت عمليات بصدرك، وعندك عملية بوتوكس تطلع مثل الاكليبوكس، بس برضو حلوين. وشو بدها بحسناتك وشو بدها بأغلاطك، المهم سيارتك شو هي وساعتك وصباطك، وابرها ابرها صارت كلها سيليكون، وصارت هي أحلى الناس يا فرحتها ويا سعدها، ستاندر صارت كل الناس، البنات تشبه بعضها بس برضو حلوين. حلوين البنات وشو حلو الحياة، حلوين البنات وشو حلو الحياة، دنيا رخ وبسط وجخ وشوية مصرية. شو مش الحال حي؟ واو واو واو، شو هيدا هيدا؟ مش هيك أريح؟ معلوم أريح بكتير. ايه وقهوة. ايه يلا بسرعة حياته فوت تحمل. أسرع ما بتتصور، عيريلي جيمي السريع جو جو. مين عم تلفن لك؟ هيدا بيكون عبده ابن تاني. ولا اعطيني بدي اشوف لاتاكد. ولو يا جاكو ما عندك ثقه فيي؟ لا ولا ما كثير، مش هيك بدي اشوف لاتاكد. تفضلي. اكدتي؟ صار فيي رد على ابن خالي؟ حرام، بيكون عم يحكي لي انه ضايعه. رد؟ الو بونجورين، كيفك يا زلمه؟ ها؟ اشتقت لك. مش معقول شو هالزلمه، بس سبحان الله بستهضمه. ايه جيبي حياته عم دق الباب. حياته مش فاضي، عم بحكي مع ابن خالي. هيدي البيتزا بتكون صارت وقت البيتزا. بونجور. بليز بتحط عندك عمون معروف؟ على الكرسي هون سيلفوبلي. ولا قال لك انا بجرب حطها بالفرن لما يطلع جيمي. و بليز يا ريت الجو دغونج بتحطه بالفريجيدير ميرسي. قد ايه بتريد مسيو؟ ما سمعتك مسيو، قد ايه بتريد؟ قديش بتريدي حضرتك؟ يا مسيو ما عملي. ابو جي شنو اخذ يا با؟ ايه حاضره هيدا الفيلم. كانك هو. مين هو؟ حبيبي. ايه هذا انا، هذا انا. بس مش معقول تكون هو لانه حبيبي مات من زمان. لا مش انا، مش انا. بس مش معقول شو بتشبهه. بيخلق من الشبه 80. نفس العيون والمنخار والتم وحتى نفس الطول. لا نفس الطول ابعد اتش. لا نفس الطول. وينك وين يا شيخه؟ كانك هو واقف قدامي. هو واقف قدامك بس مش حبيبك. كنا رح نخطب. إيه لا مش انا، مش انا. كان يقول لي اميرتي. ايه هيدا انا، هيدا انا. كنا رح نتجوز. إيه لا مش انا، مش انا. ايش كان يغنجني؟ ايه هيدا انا، هيدا انا. كنت شو ما اقول له يعمل لي؟ لا مش انا. وشو ما بده اعمل له؟ هيدا انا. شو جايبك لهون؟ تاكسي. ما معقول، زي طريقة تنكيت. يا عم يكوش عن جد هيدا انا. شو عامل الليله؟ محشي كوسا. ما معقول. ليش مش معقول؟ ما هلا موسم الكوسا. فيني اعيط لك رائد؟ ليش؟ لان هو كان اسمه رائد. ما فيش مشكله كولونيل. هو كان اللي كولونيل.
لا عند زيديا. حبيبي كنت عارف انك رح ترجع لي يوما ما. انه ايه برجع لك بس افيش ضل ارجع لك فوت بالحايط. من وقت ما صليت وانا عم ببصرك بمنامي. ليك اذا بتضلي هايك انا رح صير ابصرك بمنامي. ناطرتك حتى ترجع مهوسه فيك وما عم فكر الا فيك. وعشان تعملي عند جيمي؟ ما جيمي بذكرني فيك. كلهم بذكروك فيك، انا بذكرك فيك، وجيمي بذكرك فيك، بعد فيك حدا بذكرك فيك؟ ذكرني بايام زمان. ذكرني بايام زمان. ايام زمان؟ ايام زمان كانت حلوه كثير، ما كانش في كهرباء، كانوا يغسلوا عيديهم ويخبزوا عصاج، كان العريس بالعرس يلبس الشروال واللبان ويحمل الجرن ويلطوا على الدكه وطلع يا عروسه على الكرمينا. ذكرني بالماضي. بالماضي؟ ايه. حكمونا الأتراك وعملوا شيء اسمه تصرفية جبل لبنان، وانتصر الأمير فخر الدين المعني الكبير في معركة عنجر، وكان هذا الانتصار فخر لكل اللبنانيين على حد سواء. وإيش؟ عم بقول لك ذكرني. إيش بدي ذكرك يا عمي؟ إيش بك دخلك؟ عن لك أنا غير واحد، أنا مش رائد، أنا جندي وأنجا. ليه عم تسألي يا قاسي؟ إيه علينا. ليه فتحت لي جروحاتي؟ ليه؟ ما فتحت لك شيء، الله يرد عنك لا تبلشش. طب انت شو بتشتغل؟ هو كان مهندس، انت شو بتشتغل؟ استاذ ادب عربي في ثانوية ظهر السماء الرسمية. اش فيك اعتذر؟ اش في شي بضحك؟ ما زال بعد ما قلت لكش قديش معاشي، اش في شي بضحك؟ لقدي معاشك؟ 400 ألف ليرة. هلا فيك تضحكي قد ما بدك. لا اكيد انت مش هو، لانه الله يرحمه كان معاشه 5000 دولار. الله يرحمه، اشكيت نفسيته حلوه. شفتي انه مش انا، انا استاذ مدرسي. معلش الشغل مش عيب. بس دماغ ذكرتني بشيء كثير حلو، ضروري انت تجيب لي البيتزا اليوم. يا ست حضرتك فهمي غلط، انا لا ديليفري بوي ولا رائد بوي، انا جاي شقة قرابتي جيمي. ايه سوري صار في سوق تفاهم. سوق واحد اسواق. شو بتهربوا لجيمي؟ بيكون ابن عمتي في يعرفه نو؟ يا عم بيحكي مع ابن خاله على التليفون. اي ابن خاله؟ حسب ما قال ابن خاله عبده. بس انا ما معيش تليفون. برضو؟ ماشي قولك مطول معي؟ ليك ما بعرف، بس اذا عايز ضروري فيني اقول له. مين بقول له؟ مين حضرتك؟ قولي له لعن يحكي معه. باردون؟ قولي له اجاك زوار، اجاك زوار. جيمي حياته اجاك زوار. شاب يا ما بنت؟ شاب. بينطر، عم بحكي مع ابن خالي، ابن خالي اهم من الكل. خلي لي اياك. ايه بس جيمي حياته عايزك ضروري. مين؟ شو اسمه؟ خلص بنطروا، قولي له بنطروا، ايش بدك بشغلي؟ بنطروا هوني خلص. قلت لي اسمه؟ ولك هيدا انا، خلص تليفونك معي وتعال. مش عم بفهم عليك. عمرك لا تفهم. مين اجاكو؟ ابن خالك. عبده عبده. ابن خالك عب. جيمي! جيمي! بعده ابن خالك عبده معك على الخط؟ يا حياته ايه؟ يا حوي على الخط ما. ما هو بيشتغل على الخط بس فات الحياة يا حرام. يا حرام شو لما بوشي الحياة انكسر ولا زلزال؟ شو بدي خبرك يعني؟ جيمي تعال هون عيطتك ضروري. حياته بتطمن على ابن خالي وبياخد هدوش وبرجع لي. جيمي زي سيسة خوتي يغجون. ليك قال اغجون؟ قال اي اغجون؟ اي عمليات؟ اي بتر؟ يمكن يبتروا له شيء، شو ما بعرف. ايه حبيبي خليك معي على الخط بس ولا نفس. ها على الاكسجين. ايه يلا خير حياته. شوفي مع مين عم تحكي على التليفون؟ مع عبده. مع عبده؟ اعطيني بدي احكي معه. شو هيك عم بتخونيني؟ بدي احكي معه لمستر عبده. يا حياته مش قادر يحكي بلا معصب ينقص. عايزته ضروري. انا بغار ما بدي تحكي مع رجال غيري. ولا وهيدا عم تحكي معه على التليفون، كيف تقبل تحكي معه بصفه رجال؟ شو قصدك شاكو؟ شو عم بتخبصي؟ انت شو عم تخبصي؟ لحظه شوي عبده يا اطبوك بحكي معك بعدين. باي باي. ما بسمح لك تشكي فيي ابدا. وانا ما بسمح لك تستهتر فيي ابدا. مين المحروس اللي معك على التليفون؟ عبدو. اكيد اكيد 200%. واعملي معروف بقى جاكو اقطعي لي هيدي السيره. بقول لك في خير يا عم ناصر، انت بتصيري ما تتعاطفي معي ابدا. مش معقوله انت جاكو، مش معقوله. يا بخيلي يا بخيلي يا بخيلي يا بخيلي. ومينو هيدا يلي هون؟ مين؟ هون. هيدا 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 الله لا يوفقوا. هيدا 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 كل ما يجي بوقعني بمصيبة جديدة. هيدا ها
هيدا 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 شو جايبك هلا؟ كيفك ابن عمتي؟ جيمي جي وابني يلا مين هيدا؟ هيدا هيدا عبدو ابن خالي عطا. كمان ابن خالي راجل. خلص رجع فكرة بجيمي، أصلا خلصت نص ساعة من زمان وهيدي كانت آخر نص ساعة بتشوفني فيها بحياتك، لك الله يستر ما مين كنت عم تحكي أنت على التليفون. ما شفتش حالك أنت كيف هجمتي علي؟ وأنت ما تخليني بقى أبدا أشوف صورة وجهك لأنك حركت فيه أشياء كثير. شوفي أنت إيش حركت فيي أشياء. ما يا واطي. طب وأنت تخيتي؟ عزلها لوحدك لا تتخيتي. والبيتزا؟ اتبقتها لوحدك. أنا وياك بطبقط البيتزا أنا وياك. ما أنا مخور من الجوع كمان. كيفك من عمتي؟ إن شاء الله يا رب إنه شغلك منيح، يعني ماشي حالك بالكوافير والقصص هايدي. إن شاء الله يا رب. نعم الحمد لله بيسلموا عليك كلهم فوق بالضيعة بيسألوا خاطرك. أنا عرفت إيش بدك تقلي. بدك تقلي شو جيبك هلا؟ أيوة بصراحة كنت هون ببيروت عم بعمل شوية معاملات، بكش بتوقع خلص بأربع ساعات، قلهم بالعيد ينقعوني نص نهار. على حظ اشتغلت الدواير وعم الإصلاح الإداري. شفت أنا بالأول استغربت أربع ساعات إنجاز كبير. شو عم تحكي؟ كبر قلبي بهالخبرية ولا؟ والله أربع ساعات فسس من طابق لطابق بالدايرة، فكروني بشتغل هونيك، في مواطن عطيني معاملته حطت لي فيها 20,000 وقال لي رجع بعد نص ساعة، والله خلصت له معاملته ومعاملته ومعاملة واحد ثالث، وطلعت يوميتي أكثر من يوميتي بالمدرسة. إخراج عيد عائلة؟ عائلة. أيوة وخلصتك كيف؟ إيه هيدي أول مرة أبي ماطلش بالمعاملة. شو عم تحكي؟ إيه من شانسي؟ أنا شربت نبهك، أنت ما انتبهتش، أش عرفني إنك كاذب على البنت. ما حلك تعرفني بعدك عبد، أنا شفت اللي دمي. وأنا أقول لك أش هاللقطة أول ما شفتني تعرضت فيي، قال أنا بشبه حبيبة، وأنا أكيد أفيش حدا بالكون بيشبهني، يلا بسيطة خسرت واحدة من عشرة. اثنين أنت السادي، ما الثانية سكرنا بوجهك. طب أنت بلشت إلا عم تحكي على التليفون، غير معي أنا. يا حبيبي يا عبدو كل البنات اللي بعرفهم مسجلهم أرقامهم على السلولار تبعي على اسم حضرتك. ما فهمتش. يعني ميرنا مسجلها عبدو وان، جاكو عبدو تو، زينة عبدو تري، ليلى عبدو فور، إلى آخره. طب بلاش. أمنيات. في حال كنت قاعد مع شو وحدة وتعلفنت الثانية بقول لها إنه حضرتك، لما تتزعزع الساقة بيناتنا. مثل ما صار اليوم. لا ما حسيت يا شاطر، لأنه اللي صار اليوم نكسة أمنية. حضرتك شرفت انا عم بحكي معك. طيب لايك بحيل انا جبت سلولار اش تعيد لي اسمي؟ المصيبه. المصيبه وان. دخلك منو خيلنا راجي؟ ما كله خيل واحد عندك بيي. بيي؟ الله يرحم بيك وطيب انا اهدى. يا اخو شليتي بعدك نسوانجي شو بدك يعني اتغير؟ مبسوط؟ ان شاء الله تكون انت تغير. انا فرقت عن الاول يا خي، نزلنا على بيروت، درسنا بجامعة بيروت، عشنا وشفنا ببيروت، بس بدنا كثير تنوصل لموصيلك استاذ جيمي، يا بيي ايش مشتاق لك يا زلمه. شوف انا شو مشتاق لك، بس وين نايم الليله؟ عندك. انت بتصليك شوي بتكون زهقان. مين قال لك زهقان؟ ماشي حالي. خبرني انت كيف احوالك؟ عن اي احوال عم تسأل؟ المادية مباينة اسم الله. الحمد لله. والصحية مباينة اسم الله. الحمد لله. والعاطفية مباينة اسم الله. الحمد لله. انت احوالك كيف؟ انا المادية مباينة اسم الله. بعدهم 400,000؟ الحمد لله ارجونك بوش. طيب والصحية؟ مباينة اسم الله. بعدهم 55 كيلو؟ الحمد لله كيلو دي بوش. طيب والعاطفية؟ ماشي ما في شيء. آه. بس بدي خبرك خبرية، انخطبت. لا يا ديوس لا، من اجي سعيد الحال؟ بنت مثل القمر كانت معي بالجامعة اسمها ميمي. ايوه شيء حلو. طيب عرفنا عليها. فشت برقبتك. شو؟ ماشي مهضوم كثير وذكية كثير وبتحبني كثير. كلام سليم. وانت؟ انا بالاول ما كنتش منتبه لك، كنت ملهي بالدرس، كنت سطلة وماشي. وهلا؟ هلا سطلة وواقف. اول ما عرفت انه اجاها عريس ولعت، شرقت، طلعت من تيابي وفتت حمامت. ايوه هيدا ابن خالي القبضاي كفي شوقتني. ايه الشرطه هي وخطبتها. ها؟ وهي عقلبة قطي من العسل، ليك فوقتني فيه استقيل التليفون بس اطمنى اني وصلت لهون. طبعا ولا بس حاول ما تطول. دقيقتين بس. ما تطول. دقيقتين. ايه. دخلك قديش رقمها؟ 03 انا بدي اعرف شو رقمها. تاخذ شيء؟ حليب مع كورن فليكس، حطوا 3 ونص على النار، رجع برده، رجع شيله، رجع حطوا 2 ونص، رجع حط معه سكر اسمر، رجع برده، رجع شيله، رجع حط معه سكر اسمر، دوق يا معلم. الوالدة كيفها؟ ألو ميمي كيفك روحي؟ وصلت عند جيمي، إيه بيسلم عليكي. مين قال لك؟ وين بدي كونك يا ميمي؟
ميمي وين بدي كوت؟ ورعاي وين بدي كوت؟ جيمي بتغار علي كثير لان بتعزني كثير، هي المرة بشكل عام طبعها انانه، بدها الرجال يكون لها وحده، ممنوع يعمل مشروع بخصه وحده، لازم يكون بخصها وحده او بخصها وبخصه، ممنوع يكون بخصه لوحده، يا بخصها وبخصه يا بخصها لوحده، اوعى يكون بخصه لوحده. هاي يا استاذ فرايس انت مروح 10 دقايق بخصه وبتخصه. بس لا الحمد لله انا وميمي كثير متفقين، يا خيي ما فيش احلى من اثنين يكونوا متفقين مع بعضهم. بتعرف ايش بيقول مثل؟ بتعرف ايش بيقول المثل؟ سيفرنا! بيقول المثل كل طنجره وبتلاقي غطاها، الحمد لله انا لقيت طنجرتي. عبالك انت ابن عمتي تلاقي طنجرتك، قالوا ايه طنجرت؟ ايه ميمي؟ لايكي بشرفك خلصي شغل حميلي حالك تعجي لها وناطرك انا. عامره ان شاء الله وجيب معها القرايه. جيبي معك القرايه. لك لا! انا اثنين لا ايه لايكي هو بيته بيصير بحي مرح الشيخ مش اول مفرق ولا الثاني الثالث مش اول موقف ولا الثاني الثالث مش اول بنايه ولا الثاني ولا البنايه اللي فيها الصيدليه ما في غيرها بكل المنطقه سيصرنا بقى. عم تسمعي مدام؟ سمعتي روحي يلا هونيك ناطرك انا يلا باي باي. ايه ايه سامعك سامعي. لا حش تحكي لا هلا 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 كسرها بقاش كسرها شو هي؟ يا حرام خي صغير كسر ايده. أوه. مش معقول اشورش هالصبي بفسز من هون الهون الهونيك الهون الهونيك الهون. بتعرف ايش عمل الجمعة الماضية؟ بتعرف ايش عمل الجمعة الماضية؟ لا ما بعرف وما بدي اعرف اللي فيني بيكفيني سيسرينا مدام سيسري روحي لايكي بقاش بدي طول عايب طول بحكيكي بعدين باي باي. ايه ايه عفو عفو خلص نزل السيدي جديد تبعك اربع دارب في غنيه وحده حلوه والباقي كبه مزوت وحرقه بتبلش هيك بدك تسمعها اياها. اول ما شفته مش دغري عرفته لكن لما عرفته قبلته بشفته واول ما شفته مش دغري عرفته لكن لما عرفته قبلته بشفته خلص خلص مع الراس لكي هي فيها موال بالاول دخيل عرضك بلا الموال هيا ها زينة وهوا 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 عيني هي ما وهوا 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 لايا بجيب لك هالربيبي شريان قلب انقطع من نظرتك ليا يا رب تخلص له هالبطارية يلا باي روح لايكي بقاش بدي طول عايب يلا بحكيكي بعدين باي بدك تعطيني باي روحوا بشرفك قديش مبسوط فيي قد الدنيا انا صدقت اني شفتك وهيدي مش محسوبه مش هيك لا بعد بشي بقضي لي شي ثلاث اربع ايام ثلاث أربعة أيام ما صار لك نص ساعة رح تجنني ثلاث أربعة أيام اعمل معروف بس بدك تجي مرت الجاي خبرني بركي أنا فل لك إذا متضايق في بروح لك لك يا عبد معقول اتضايق منك عم بمزح معك هلا بالأملية بطلت الأمزح عود عود أنت بتجي بتزورني على حيني غرة بالسنة مرة وما بتزورني إلا بيوم عطلتي وكل ما تشرف من غير الشر بتخربط لي جدول الاعمال وبتخسرني علاقات جانبيه بسبب غبائك الجانبي طيب ايش عرفني انك كاذب على البنت كيف بدي اتصرف انا ما تتصرف مش مطلوب منك تتصرف الله يخلي لي اياك بدون تصرفات بتصرف عم بحكيك عمل معروف مر لي هالليله على خير وسلم وما تتعاطى مع حدا انت ما تفوتنا بمصيبه جديده ايه واهلا وسهلا فيك وفيك في اعرف اشو جدول اعمالك لليوم طبعا على الساعه 5 بدي اروح قابل فادي على الطريق العريضه حي القناطر برجع على 10 11 بين الخمسة والسبعة معقول الطلزانة أنا مش موجود ما تفتح الباب بس أنا موجود أنا أنت إيه أنا مش موجود ما تفتح الباب وتمك فهمنا لايك مني زينة 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 يا حبيبي واحدة منهن يا أخو شليتي أش الفكرة الواطية بعليها شوي لا منيحة هيك إنه شغلك منيح يعني عم فيك تصرف على يوم عظيم نحن جماعة المكياج والحلاقين الستتية الوحيدين يلي ما بيوقف شغلنا لأنه النسوان ببلادنا لو بدها تموت من الجوع بدها تتمكن وتظبط شعرها إيه هيك بتموت مع شينيون إيه وخد لك عاتف شيخ على بعضهم بقى يا معلم إيه ومين متعلي شعراتها أكتر وبصيروا مسابقين بعضهم طلوع
وعندك الكحيان اللي مش قادرة تاكل بتتدين لتجي لعندي على الصالون. شو فكرك؟ نسوان عمد عينك والنظر. أنا فكرك من وين بتلقى بالنسوان بيجي لعندي؟ لك بدك شغيل؟ أنا شاطر بالفرك. ميرسي حبيبي، انت خليك بالمعاملات، الفرق اتركوا علي. يا بيي مين كان بيقول جيمي بيطلع منه كل هالاخبار؟ لا قولتك، انا الطش بالعائله وانجا واصل للكاتريام، وكل عمرهم يقولوا مش طالع من امره شيء، فشر عرقبتهم، انا القبضاي والشاطر طلع مصاري قدي. بعدين خبرني انت يا فضحه زمانك، بانه شو نفعك العلم غير هال 400 الف ليره؟ ولو يا جيمي لقب استاذ. كثير مبسوط بالاستاذه؟ ما مين ما كان صاير استاذ هالايام. تسترجي تعيط لحدا ما تقول له استاذ؟ بس مش كل المتعلمين وضعهم مثلي. اذا سافروا لا. ولكل المش متعلمين وضعهم مثلك. يا حبيبي انا اقل واحد، في ناس منا متعلمه وضعها احسن من وضعي بكثير. ايه وفي منهم بالسلطه كمان. هلا خبرني بالتفصيل، كيف بتقضي نهارك؟ بالضيعه وبالصف؟ كل نهار تعليم وتصليح مش قادر الحق، كل نهار تعليم وتصليح، كل نهار عايد صريخ مش قادر احكي، كل نهار عايد وصريخ، كل نهار تعذيب تهذيب مش قادر الحق، كل نهار تهذيب التعذيب، وقد انك توفي معيش بقبضه مثل الاعاشه يا محلى البخشيش، بعرف المعلم رساله بس مش قادر اكفي حالي، انا بدي اعيش تعب نهاري حافل يومي باكل فلافل عبكرة منقيش، راسي بالأفكار محشة لكن مش قادر اتعشى مصاري ما في، كل نهار تبحيش تبحيش مش قادر اوقف، كل نهار تبحيش بتبحيش، كل نهار سؤال جواب مش قادر احمل، كل نهار سؤال جواب، في شاب صديقي بعرفه من هو صغير بالمدرسة رفيقي كاين ينقل عني كتير، هلأ بتدين منه لما بيخلص المعاش، أنا بصفي محبوس هو أكبر تاجر قماش، كل نهار تعليم تصليح مش قادر الحق، كل نهار تعليم تصليح، كل نهار عايد صريخ مش قادر أحكي، كل نهار عايد صريخ، بعرف العلم سقافة لكن هلأ ماشي حافي حتى ما عندي بيت، ما بعرف معنى السعادة وبالأوضة معلق شهادة زيني على الحيط، كل نهار لا ولا مش قادر كفي، كل نهار لا ولا. مين إذا زينة مش رح أفتح له هيك؟ قال لي جيمي. مين؟ بيتزا. مين؟ بيتزا. بيتزا سوري، طالبين بيتزا؟ ايه نعم. ديش بتريد؟ 30 ألف. لا مش طالبين بيتزا. مين اذا زينة مش رح افتح له هيك؟ قال لي جيمي اذا بيتزا مش طالبين بيتزا. مين؟ انا ميمي. ميمي سكر سكر البيت بسرعة. ايش يا ميمي؟ عبدو ماي لاف احميني. ايش فيه؟ راح نص عمري. وانو؟ يا مامي شوف زعل. ايش بكي؟ انا وجاي لعندك لحقني واحد على الطريق كل الوقت نازل فيي طلطي. لا 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 جربت تهرب منه يرجع يلحقني يا حلوه ويا حلوه. لا 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 زروب لا زروب وقلبي عم بيدق ميه وعم يلطشني الوقت. لا 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 عم بتخلي بنايه طلعت وراي بعده لحقني. عرف وقفتيه؟ بعده لحقني لهون. لا 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 عبدو ماي لاف احميني. وانت كمان شغلي ماشي كيف وشكله تافرك لك رقبته؟ ما بعرف بس شكله بخوف كتير. انه بفرك له اياها على الخفيف مشان المساج. لا ليش بدي افزع يا عمي؟ مين ما كان يكون بيعسلك ايه؟ ابي هونش علي ابدا حدا يطلع فيكي بالورد بفرمو فرم، كيف اذا عني لطشك بفرمو دور تاني. ثانك يو هاني، ما تصدق قد ارتحت لما وصلت لعندك، مش معقول شو صار في زعران بالشوارع. لك يا عمي لك، منو اكبر راس؟ ايه منو اكبر راس؟ ايه بس عن اسلك منو انا بعرفه شو. هلا شو بدنا فيه؟ خلصنا منه؟ لا ما خلصناش منه، مش رح مرقع سلامه. اشو فكر بنات الناس سايبه افيش رجال وراها؟ ولا ممكن تمروا؟ ولا ممكن تمروا هنقلك؟ ولا ممكن مرقع؟ ولا ممكن مرقع؟ لايكي ممكن مرقع زارك كرمالك. رح مرقع زارك كرمالك. لك يسلم للقوي. لايك يا عمي لايك اشفت انت انا مره فت بمشكل. ايه فت بمشكل. ايه مع شوعيت اش صار وقتها. يسلم للأبضاي. شو هيدا؟ هيدا الدوش تبع جيمي، فكرته متحرك طلع ثابت، هلأ صار متحرك عم حاول رده ثابت. عبدو خبيني لا تخافش، خلي وجهني إذا كان رجال. لك افتح. مين قالك رح افتح؟ لا شو عم بتشي افتح؟
لا شو بدك افتح؟ بفتح وبربي لك مين مكان يكون، تفرجي. زهران نحن وقت اللي بدنا، تفرجي. تفرجي. أنت تفرجي؟ دعوس لا دعوس لك ايه؟ لا دعوس لك ايه دعوس؟ ايه دعوس لا دعوس؟ سامعة بالدبية الأزرق؟ ايه وأنا كمان. لك إذا بدك كفاين على الماشي بودي ايه؟ عبدو بليز بلا مشاكل. ميمي فوتي جوا، فوتي جوا! يحرق ديك النسوان! شو مهضوم لما يعطي؟ فوتي جوا! أحسن ما تشوفيني عن آكل قتلة. مين إذا زينت أفتح لها إذا غير له؟ مين؟ أنا. يا أستاذ حارتك مغلبط بالعنوان. لا هذا هو العنوان أنا أكيد. إنه بفتح؟ إيه افتح. لك يا أستاذ إذا نحن أولاد العيل بنختلف بعضنا، إيش خلانا الغريب؟ خلص عفى الله عما مضى وما قالك صاحب إلا بعد خناق، وإيش بياخد معه الواحد؟ إيش بياخد معه الواحد؟ هات راسك تابوس وأنت نخرب ذوقك هذا أنت، اشرطوا لي قلبي. لك في حدا على مدخل بناية؟ كان في واحد بالمدخل وفال. إيه طمنتني هات لهون. يعني أنتوا طالبين بيتزا؟ قديش بتريد؟ 30,000. هدي لي إياها شوي مول معروف. لا مش طالبين بيتزا. ميمي؟ بعدك هون؟ تعاي. شو عملت؟ ايش عملت؟ فرمت وفرم، هرمت وهرم، دعست وتدعيس، فرجيت وقيمة نفسه. عن جد؟ ايوه ايه. ولك يسلم للقوي. ايوه ايه. يسلم للقبضاي. ايوه ايه. يسلم لأجمل وأحلى شاب يا حمينة. ميمي لا بقاش تنفخي فيي كثير، أحسن ما تفر لها شي عظمة عورك. خبرني شو عملت فيه؟ أول شي يا ستنا ملا أنت فقعت وكفاين هيك على الماشي مقبلات مويز. بس ما سمعت صوت كفوف. ما سمعت صوت كفوف. هيدي كفوف كاتمة للصوت. اش بنلم الجيران علينا؟ قلت له لك إذا بعد بتطلع بخطيبتي بدي أور لك هن عيونك. شامي صار يجرف قصب يا حرام، ركع بالأرض وقال لي بترجاك. هو قال لي بترجاك؟ فخت على إيدي أول كف، ثاني كف قال لي أمان. عبدو انتبه. عاش بدي انتبه، علك ركع تحت جري، فرجيت قيمة نفسه، خليه يتعلم يلحق بنات الناس، فرفكت له مناخيره. عبدو صار حذر. أي حد تحت جري عن اللي اخر شيء وجعني قلبي علي قد ما صار يرجف، تعرفي انا قلبي رقيق. قلت له وقف. وقف وليه؟ وقف. قول باردون. قول باردون. باردون. عافيك. قول باردون. 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 هيدا هو. هيدا هو. هيدا هو. هيدا هو. بس افيش اطيب من قلبه. ادمي ادمي شاب بلا زغره من خيره الاوادم، مربى تربايه، معلم علم. هديني. عن مين عم تحكي؟ عن حضرتك. قبل عن مين كنت عم تحكي قبل؟ عن واحد. ايه عن واحد. فكرت عني؟ لا يا زلمه عنا اياك بالدنيا نحن. انا اسمي جوني، جاي من امريكا وعم فتش عروس، اجا ترم عمر الزواج صار لازم السهر، بصراحه عجبتني الدمازيل وعبالي اتجوزها وبدي اطلب ايدها. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا، تفضل يا هلا، بصراحه مش حلاقي حد احسن منك جوزوا اياها. روقي انت لا تكشرش اوام، خليني كفي جمله. بس الدموزيل مجوزه. لا عن جد؟ مين؟ حضرتي. لا اذا بدك لا بس هي ايه. وعندنا ثلاث اولاد كمان، الكبير اسمه زياد، وسطاني اسمه جاد، وصغير اسمه طارق. بحق لي سمي واحد. طارق يحن بالمدرسه من غشار. ايه بيتعلموا باللبيزون سون سون سون. الكبير بالجران جاردا يعني بالجال، الوسطاني بالبتي جاردا يعني بجنينه المطبخ، والصغير بالمطبخ سنتجي عجل. الله راض. الله يخليكم ياهم، ما تواخذيني مدام، كنت بس عم عبر لك عن اعجابي. يا مزوق. اوعى تفكريني كنت عم لطش. لا مين فكر هيك؟ كنا عم فكرينك فري. يلا ماشي الحال، اذا في شي وحده تحت ايدك تكون ممنونك. تفضل هيدي ورقه بالقياسات وهيدا رقمي. هودي قياسات فرد وحده؟ فرد وحده. جاي صحتها اسم الله. الحمد لله. شفناكم. عود حطينا الركوه. غير مره بتسائب. لا ان شاء الله بقاش سائب.
الحمد لله الزلمه طلع ادمي وغرض وشريف. وشو هودي اللي خبرتي اياهم؟ دعوسته ما دعوسته؟ هودي كانوا بروفا. قليل يا عمي، في كم شباب بيجوا من برا بوصوا على العروس كانها سياره، بس مهضوم ما بو شيء. ايش قلتي؟ مهضوم. ميمي لا تخلينيش طبق البروفا. ها لك عم بحكي عنك، ليش انا ايش حدا غيرك؟ اشتقت لك يا ازهر، منيح اللي اضطريت تعمل اخراج الايد لحتى اشوفها. بتصدقي ايه؟ انا اشتقت لك كمان. بس مش حيله هيدي، رح نقضيها اشتقت لك واشتقت لك، انت بالجبل وانا هون وانجا بنشوف بعضنا مره بالجمعه. طب ايش بعمل كميمي؟ انه انا اذا شي مره اشتقت لك كثير 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 وتلعب بالي اعبتك مثلا، بفقع مشوار على الضيعه تعبتك؟ لا، ابعثي لي اياها بالفاكس. ولك يسلم للمهضوم. ايش حلو بيت القرايبك، وينه؟ يا حوراح على الطريق العريضه حي القناطر عند فاديه. صاحبتك؟ رابعه. نسوانجي؟ كبير، مصاحب اربعه مع بعضهم، كل اثنين برويز، بس يصيروا 12 بده ينزلوا رزنيمه. ياي، بكره رجال النسوانجيه، بس هيك مرتاحه وضعه وبيته كثير حلو. عبدو، اي متى بده يصير عنا هيك بيت؟ أشو سؤالك؟ عن جد عم بحكي، أي متى بده يصير عنا هيك بيت؟ أش بتشربي؟ ما عجبتني كذبة إنه عنا ثلاث صبيان، بس كان لازم تزينهم ببنوت. ما زالها كذبة مليون عشرة، إيش حاطها من كيسك؟ وعجبتني فكرة إنه نحن متجوزين، أي متى بدها تتحقق هالكذبة؟ مش هالجمعة أكيد عندي صقية الآن. عبدو! إلنا 8 أشهر خاطبين، أنت بمحل وأنا بمحل، أنا بدي أشوفك كل يوم. يا حبيبي ولك ميمي، كيف ما نتجوز ب 400,000؟ فرضنا جبنا ولد بالغلط، أبي كفوش حق حالي بيت وحفظيت بيت ثالث، وأنا أبي هنشي علي أبداً ابني يتحفظ بيت ثالث. ها معاشي يا معاشك، وابننا بصير يتحفظ بيت أول. أعوذ بالله، أنا بدي أصرف على البيت، مين الرجال هون؟ أنت حياتي. مين الرجال هون؟ أنت. أنا بدي أصرف على البيت. أصرف. أفيش. فإذا مين الرجال هون؟ بيناتنا. وحدك حبيبي، بس هالايام الرجال والمرأة لازم يتعاونوا سوا بمصروف البيت. الله يرحمك ابو ملحم. بك حجي اخذ الشغله بالمزح، لازم تلاقي حالك. بكره بتفرج. الك 8 اشهر بتقلي، بكره بتفرج. بتنسى عن الله راضي. كل اصحاب البنات اتجوزوا وصار عندهم بيوت، انا رح انسى انا ونطرتك. روقي لك باوش هلا. روقي لك باوش هلا. روقي عيب في ناس لك باوش. لك انا مبسوط هيك كميمي، ابغى امشي غير التعليم، دوش مش انا اعرف ركب، ان شاء الله جيمي يقبل شغلني عنده بالصالون. عنده صالون؟ ايه. يعمل لي سعر؟ هلك انت عم تبوي. لك قصدي قلت شو بدك تشتغل عنده بالصالون؟ بدك بيشتغل سيشوار، مهم يشغلني. وبتترك التعليم؟ ضيعان العلم بالبلد كميمي، خليني ركب دوش دقيقتين وبرجع لك. بس ما تطول، شوفك هلا انا توفي وعشية بشوفك على رواق. ابعثي لي باوصي. اضغطيها اضغطيها. نضغطية بس مش هالقد. تعي لها هون. بونجور. أهلا. مين حضرتك؟ حضرتك مين؟ أنا زينة. وأنا ميمي. مين يعني ميمي؟ ومين يعني زينة؟ خطيبته لجيمي. أنا خطيبته لعبد قرايبه لجيمي. نقصتيني. شو؟ فكرتيني صاحبته لجيمي؟ انه اول ما شفتك شكيت. خليكي شاكي. نعم؟ يعني قصدي قول شكك بمحله بس مش فيي. سوري ما فهمت. بتعرفي؟ بين عليكي مهضومة انت. ثانكيو بس ما فهمت عن شو عم تحكي. انت بتحبيه لجيمي؟ اكيد بحبه كثير. ولوين فكرك توصلي انت وياه؟ شو هالسؤال هيدا؟ هلا جاوبيني. للزواج طبعا، ما هلا جيمي خطبني. ايه مش وحدك؟ نعم. قصدي قول انت بهين عليك الرجال بدك تتجوزيه بالمستقبل يخونك؟ اكيد لا. فاذا كيف تخطبي واحد بنهار القصير بخونك 7-8 مرات؟ شو هالحكي هيدا؟ جيمي منه هيك، جيمي كثير وفي. ولا اوفى. انت متاكده انك البنت الوحيده بحياته؟ 100%. يدل عليك اشك معطره، ليكي لانك حلوه وطويله. رح خبرك الحقيقه، بس توعديني انه ما بغط قلبك. مش ضروري صدقك. رح تصدقيني لانه عندي اسمي. ما بقى تخوفيني، قولي بسرعه شو فيه. هيدي صورتك؟ ايه. اكيد مربحك جميله انه معلق لك اياها. اقل شيء علق صوره خطيبته، وانا كمان معلقت له صورته ببيتي. ايه بس انت معلقتي له صورته لوحده، هو معلق كذا صوره. شوفي. كيف؟ لما يصيروا 12 بدي انزلهم رزنيمه. شو هالحكي هيدا؟ مين خبرك هالاخبار؟ عبده قرايبه لخطيبك، وخبرني انه خطيبك هلا بحي القناطر على الطريق العريضه عند رقم 4 شو اسمها فاديه. مش معقول. ليكي حبيبتي انت مبين عليكي بنت مرتبه، ما تخلي واحد نطنط بتلاقي يضحك عليكي. لا هي مرتله. فرجيك يا جيمي. ايه معلش زعلي هلا احسن ما تضلك زعلانه كل حياتك.
بكره رجال النسوانجيه اللي ما عنده شغل غير يضحكوا على بنات العالم. الحمد لله عبده مش هيك. شو حياتي زبط الدوش؟ زبط الدوش بس انا وعن زبط سنات اجري بالبدايه، زبط الدوش انكسرت البدايه. ساعديني انت نخفيها شي مطرح. الله يساعدني عليك انه ما زبط هالدوش؟ اباش ما فيش مي تنجربه مقطوعه. دخلك مين دق الباب؟ زلمه عم ببيع رزنمات. ايه وش قلتي له؟ قلت له ميرسي عنا وحده. عبدو 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 اشبيك وعملت. مش بقصدي. شو عملت عبدو؟ عن جد مش بقصدي. خربت لي الدنيا. كل شيء رح يرجع لبطرح. خلص خسرت اثنين. لا الدوش ضبط بعد في البداية. عن شو عم تحكي؟ اي دوش اي بداية؟ انت عن ايش عم تحكي؟ ما قلت لك ما تفتح لي الباب لزينة؟ ما فتحت لك ما اجيش اصلا. لكن كيف عرفت انه انا عند فادية؟ هي ما اجيش لها. راحت كم شفني بالشير من المشوق. اشو؟ بعتني بهدلة قدام فادية والجيران كله حتى راسي على هاليكين وخد لك عبزر. خسرت اثنين بفرط ضرب، مين بده يقول لك؟ مين بده يقول لك؟ وحياة عبده وتجيبي مش انا. اجيت لهون؟ لا اكيد؟ لا مش اكيد؟ بلا. طب ما حدا بيعرف غيري وغيرك، مين بده يقول لك؟ بركي انت. انا معقول اخرب بيتي بايدي؟ صار لي سنه ونص مشي حالي مع اثنين وتمام، بس شرفت حضرتك انتزعت كل الطبخه، كمشتني لايف، والجيران كملت، ما عاد فيي اصمت من ولا ميله، اضطريت اوقف مثل التوت واسمعي عم بتبهدلني. يا كذاب يا خاين يا واطي يا مرحاط يا وسخ يا مرت. ايه ايه واحد بدك مرت. لا بس عنقول اش معقول تكون قالت؟ قالت اضرب من هيك بكثير، هيدي بنت حساسه انصدمت صدمه حياتها وانا انقذت نازت حياتي. عبدو بدي اعرف مين اجى لعندك؟ تبع البيتزا. غيره. تبع العروس بالطوسيه. مين؟ واحد اجى بالغلط. غير. خطيبتي ميمي قعدت ربع ساعه وفلت. بس بس خبرتها شي لخطيبتك عني رد. خبرتها شوي عن مغامراتك العاطفيه، بس اشخاص ميمي بزينه. بركي انت فتنا جوا، ترك خطيبتك لوحدها هي فتحت للبيت. لا ما انا بس فتت لجوا هي قعدت يابا يا باي. شو؟ تعملها. شو؟ يمكن ميمي خبرتها. الله لا يوفقك لا عنده لا ميمي خربتوني. بسيطة يا شايخ مش أول اثنين بتخسرهم، ما بعد الظهر خسرت اثنين كمان. مش هيدا عطلان همه يا فتحة الفادية آخر همي. وزينة آخر همك في كتير غايرة. زينة ما بينلاعب معها، أنت ما بتعرف زينة من وين؟ من وين؟ من جيوب الكتف. عشو؟ إيه هيدي ضيعة أهلها كلهم وحوش راسهم بأومير ما بيعدوا العشرة. يعني بدك تقول قبايل على الدبح دغري، وزينة هددتني بإخوتها يلي مسيطرين على الضيعة كلها فوق. يعني ما بتعرف بأي لحظة بطبوا علينا ثمان شباب صغير فيهم قدك على ثلاث مرات كفوا عند الرفش. ثمان شباب؟ ثمانية زينة وأخواتها. وقالت لي بالحرف الواحد بدي خبر أخوتي لا يفرموك فرمة. لك تعال نهرب. يلا فوق بالضيعة كمان عنا وحوش. يا عمي عم اقول لك وحوش فرم مش وحوش علم وثقافة، على السريع لازم نظبط بريشنا. لأنه لحقوا وصلوا في احتمال كثير كبير إنهم يأذونا بقوة. إيش في غير احتمال؟ ما في غيره. طب أنت ما لقيتش غير وحدة من جيوب الكتف تحكي معها؟ وأنت ما لقيت تشرف إلا اليوم؟ أشخصنا لها. أي ساعة قفشتك لايف؟ من شي ساعة تقريبا. وكنت يعني للبست ورضيت فادي اللي ما هديت من البكي، ولو وضحنا الخبرية للجيران فردة فردة أخذت القصة شي ساعة. يعني صاروا واصلين؟ شو صار لي ساعة عم خبرك على السريع لازم نظبط بريشنا. يلا نحن جينا جينا. أشو هيدا؟ وصلوا. نحن جينا جينا. ابن عمتي تعال نهرب. وين بدك تهرب؟ بالضيعة كلها على مدخل البناية. نحن جينا جينا. ابن عمتي أشو الحل؟ هيدا نهار فرصتي الوحيد يا صالح، رح تطلع متعب قد السنة كلها. نحن جينا جينا. إيه مش حرام عليك؟ نحن جينا جينا. نحن جينا جينا. نحن جينا جينا. نحن جينا جينا. جينا وجينا وجينا بسواعدنا القوية اللي بيقرب عشرفنا من بيعه بلوبية. جينا وجينا وجينا بسواعدنا القوية اللي بيقرب عشرفنا من بيعه بلوبية. جينا وجينا وجينا بسواعدنا القوية اللي بيقرب عشرفنا من بيعه بلوبية. جينا وجينا وجينا بسواعدنا القوية اللي بيقرب عشرفنا من بيعه بلوبية. ثمان اسبوع وعنا اخت وحيدة، اختي حلوة ودلوعة ومربيها عايدي. نحنا ثمان اسبوع وعنا اخت وحيدة، اختي حلوة ودلوعة ومربيها عايدي. اذا لفح هالهوى نقطع الهوى.
في جينا وجينا وجينا بصباحتنا القوية بيقرب عشرفنا من بيع وبلوقية طلعت اختي عالجبل مقهورة وعم فيها واحد جقل لإخواتها عم تشكي طلعت أختي عالجبل مقهورة وعم تبكي قاسيها واحد جقل لإخواتها عم تشكي لك إذا لفح الهوى منقطع الهوى أختي حساس وبريئة ودموع سخيف جينا وجينا وجينا بصواعدنا القوية بيقرب عشرفنا من بيع وبلوقية من زرع الحشيشي ورضينا بقطع الرزقة وقبلنا بهالعيشي منعونا من السرقة من زرع الحشيشي ورضينا بقطع الرزقة وقبلنا بهالعيشي لكن الشرف قوعة في الراعي تبطوعة دبان الأزرق ما بيعرف طريقه ويني جينا وجينا وجينا بس واحدنا القوية بيقرب عشرفنا من بيع وبلوقية جينا وجينا وجينا وعدنا القوي بيقرب عشرفنا من بيع وبلوقية من بيع وبلوقية من بيع وبلوقية من بيع وبلوقية هلي 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 نحن جينا ناخد حق مين اللي بشرفنا ده كانوا رجال يبين مثل الكب بدقه دق انا هويش يلي برقبتي في 221 قتيل بزعل اذا صاروا 222 بزيدن على السفة تبعي تبعي انا ما في مخلوق استرجى تطلع فيي بالورب بديش واحد فركوح يضحك على اختي لا لا يسلم الشرف الرفيع حسابه معنا صار كبير ومش رح بكلفنا كتير رح افتح محل كوكتيل بيع شاف او عصير انا اختي الوحيده بندق فيها ولا انا بشتري المشكل شري اذا ما توفر كاش باخذ كارد من البنك وبشتري المشكل كيف اذا جتنا تشقيفي على طبق من فضه فضه انا ما في رجال استرجع بالويف ويف الخيل والبيداء بتعرفني والموس والمطل الموت من الانمو جينا وعم نقط سم جينا مش رح نعطى الهم جبنا كيساتنا فاضيه لنعب بيها ونشرب دم ولك في مره برغش يا عصت اختي البرغش بتضيع على الارض قد في نحلي حاول التعصى خلايا النحل بالمحافظه الارضي قالت 221 مش حلو شوف فيها اذا صاروا شي فران ثلاثة اثنينات رقم ما بيشكي من شي عم بيدفع حقه بلاوي بالايام قالوا لكازانوفا انه المعلم هواش اجا وينه اباظة عصره لقلنا محلل العصره وحياتك لقصه اثنين من خسره لاجره ميلي من ميلة راسه لخسره شباب ما رح اقبل اقل من ارجناس اذا ما فات على الطوارئ وظهر على السوين ما رح كون راضي ابدا ابدا اقل ما يكون جمعة عيني فايقة معلوم قال اسمه جيمي ها ها ولك اسمه مثل اسامي السيارات هلا جيمي اسم هو ايش اسم مطوي نعم يا كبير شوف خيل رح منقسم الشغل منقسم جيمي بالنص الجيلة والميلك خيي فينا نبدل انت خد المي وانا الجي لا لا يطلع لي الجي نكتة حلوة عيدة عيدة نكتة حلوة عيدة عيدة لا يطلع لي الجي Hee hee hee!
مخزونش كنت عم اضحك على النكته. في حدا منكم نكت؟ يا حضرتك يا حضرتك يخرب ذوقك توفقت فيها كثير. هو عم يقول لك مي وانت عم تقول له جي، هو عم يقول لك جي وانت بكون جي. بطل اعطيني الصوره. مش هو مينك انت؟ مينك انت؟ قديش جاي صنصلهم صيانه؟ اعلى صيانه جاي دشدش لهم صنصن. انا صنصن. جابوا ليه؟ جابوا ليه؟ تعال هون تعال هون. وقف ما عاش فيي. عم اقول لك وقف يا استاذ. عم اقول لك عندك مصران الغليظ، روح شوف حكيم هلا. اخر مره بقول لك وقف. طيب ليش عم تنزل شقلت تتفاهم نحن وياك؟ بالشرف شو؟ اطلع انت وبسرعه. ما انا فيش اطلع دراج مع ديسك. بقول لك ايش؟ رح احكيك على الانترفون. قال له استاذ انا ما خاصنيش، لا تجيبني سبب البلوي كله، انا جاي لهول الزياره مش قصدي. انام الوقف بشرفك. مش هي زيتها؟ منو جميل؟ راح لوين؟ ما تركش خبر. شباب فتشوا البيت بسرعه. بعت لي اياه شوي. انتبه اوعى يطق بايدك. عاوزينه. لا تتهرب مش مسموح، لازم الحقيقه تبوح. اعترف هلا احسن لك. وين قرابتك يا فركوح؟ اش قلت عيد؟ وين قرابتك يا فركوح؟ القصه مش بيني وبينك. روق هلق بتطلع. روق خليك معي شوي. خليك معي شوي هلق بتطلع. روق روق دقيقة بس. عم تتحديني بالشعر اللي انا؟ روق هلق بتطلع. روق ركبت. القصة مش بيني وبينك يا ابن عمتي وينك؟ لا بقش تقلي فركوح، انا فركوح بعينك. من شو رح بتعاني؟ انت اللي عم تتحديني. يا بتقلي قرابتك وين؟ يا ما بعطيك اناني. هاي مكسورة هاي. ماشي اشعارك كلها حلوة وجيتونا الهون سلوة. ابن عمتي فركة وبلينة إلي البلوة. أيوة لوين فركة؟ عن يسألك لوين فركة؟ بعت لي لهون. شو قلت لي اسمك؟ عبدو. بعدك فيلو؟ إلا إذا حيب بتنسينية. فزل وينه؟ من غشار طري فزل هون على الدكان وترك لإلي أنا شرف استقبالكم. أش بتشربوا؟ بيش هلا بس يجي رح نشرب من دمه. منيح يلي الإناك هون، لأنه حضرتك يلي رح بتخليه يبين أحسن ما صفيك بردك. يا استاذ بدناش هالقد القصة بتحرس. تعرف قرابتك شو عامل فينا؟ لك إيه كان عم يمزح مع أختكم الكريمة. ضحك عليا، يعني دق بالشرف بالكرامة بالعنفوان. دق فينا دق فينا. بس شوفوا قبل ما أفرمه بدي أشكره. شو هالجمعة الحلوة هاي؟ أربع خمس بشاكل فرد أسبوع. امبارح صفينا قبيلة الولاعة، خلصنا طارنا معهم. تعرف شو القصة بيننا وبينهم؟ سبونا. سبوكن؟ نعم. ينعم عليك يا مهذب. لا سبوكن لازمهم تصفية. ايش هالحكي؟ بس ما صفينا الكل، تركنا الاولاد، بس يصيروا ب 18 بنصفيهم. حرام هلا بعضهم طفالة. نحن بنشتغل بضمير. لا للضمير ليش الواحد يحكي عن جد؟ يعني لو كل الناس مثلك يا استاذ كنت الدنيا بألف خير، ما كانش رح يبقى فيها حدا لآن. نحن الشرف عندنا بكل شيء. بالشرف؟ شو يا شباب؟ مدري وين مخبى الشبان. شوف يا معك خمس دقايق تتخلي قرابتك يبين، احسن ما يضل مختفي كل عمره. خمس دقايق على الاقل. بلشوا. مين في هون؟ ايه ما في الواحد ياخد راحته. سامع صوت؟ مين في فوق سامع صوت؟ هيدي انا. مع حسين ما في حدا بالاوضه. فتشنا البيت كله ما لقينا حدا. شباب اطلعوا شوفوا مين. يلا هيدي انا. مطوي في حرمية بالبيت؟ ايه ويعني؟ شو هالحرمية ها؟ منين فرختها؟ وين كنت؟ بالخزينة. عم بعمل منك شيء. معي خمس دقايق تلاقيه. ايه مش رح تلاقيني، رح تلاقي غير واحد. وحدة. طيب انا ايش بعمل هلا؟ فوت على الخزينة ظبط حالك بسرعة، ظبط وضعك يلا. انا هواش. انت شو اسمك يا حلوة؟ يي مخاصة. عم تتكبر علي. انا بموت بالانس اللي بتتكبر علي. لمطوي. نعم. شباب منو هالقمر؟ جينا وجينا وجينا بصواعدنا القوية، قولوا لي يا جماعة هالحلوة هي منية. انا جيم خان اخته لجيمي.
يوم تغيب يوم تعود، يوم اشواك يوم ورود، ليلك ليل ليلي نهار، قلبك تلج قلبي النار، النار يا حبيبي نار نار، قلبي قاعد على نار نار. إيه يوم تغيب يوم تعود، يوم اشواك يوم ورود، ليلك ليل ليل نهار، قلبك تلج قلبي. ولك شو هيدا؟ انت طاه لورا عم تعيط لي لي. انا ما هيك؟ مين اقوى واحد فيكم؟ بس ليه؟ انت مين بتقولي؟ بتصدقوا محتارة؟ بس اكتر شي عجبني هو هو انت. قلت انا امور يا عمر يا فشة قلبي. شو اسمك يا حنو؟ هويش هويش حنون تفرق انت رسام اسم عم مسمى. وانت اسمك جيم كانا خانا خانا. إلي لا شو جايبك لهوني؟ هو عم بتغنجني. انا بموت بالبنت اللي بتغنجني. انا جاي شوفك يا عمر. بس بستحي ما تحكي معي هيك. ولك هوهو وعظمات هوهو شحمات هوهو توابعون احسابك يا قصبت معلقة. هيدون هيك اخوتك؟ ايه نعم الشباب اخوتي. انا الكبير ومطوي خي التاني وايد اليمين. بتعرفي لي اسم مطوي؟ ليه بهمني اعرف ستري انترسان. انهار اللي خلق مطوي بي ضيع المطوي تبعه كان يحبه كتير فسمى مطوي مطوي طيضل يتذكر المطوي. إنك بعد مرة مطوي مهضومة دم عسل. سمعتوها شو قالت؟ اضحكوا لها. انا هويش عاصم المرحوم جدي. والنعم منجل مقلع معدور مرسي وموقد كلهم ببلشوا بحرف الميم واخر العنقود شو اسمه؟ ما بعرف بس بهمني اعرف ستري انترسون. اسمه مأخر لانه اجى عنا مأخر واوقات بعده بيتاخر لحد هلا. شباب ولع ولع ولع. ها شفتيه؟ يا شحلة ترى انت رسا ولا وهلا خلصت اللياكات والبروتوكولات. شو بدك نعمل يا قمر؟ خليهم يكشوا الشباب من هون. عايزتك لوحدك تتاتات. شباب يلا لا شوف انطروني تحت عاوزتني تتاتات. يلا يلا لمأخر فلو يا عمر مور في هيداكي بعد خليك كش مطوي بعدك هون. هي شباب تشوف انا بدي ابقى هون وسمع صوت الكل الكون. شو بك يا خي تغيرت كل ساعة صاير بلون؟ بلا رديتك هلا بعدين بعدين. يلا هي شباب نحن شو جايين نعمل اصلا؟ جايين نرد كرامتنا جايين نحصل شرفنا. بعرف بعرف اعطيني 10 دقايق منرجع منرد كرامتنا منحصل شرفنا. ولو كخيي شقفة وحدة عملت فيك هيك؟ ولك انت شايف بلا شقفة؟ شو شايف؟ شكلها مثل رجال مانا حلوة. نام 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 حبيبي احترم حالك احسن لك. وحدك شكلك مثل الرجال. قال انا مثل الرجال انا ملكة النعومة صح ولا لا يا؟ صح صح ونص. مطوي ما بقى فيك تنطر 10 دقايق. انا مش هالل من هون الا ومدعوسه لجيمي بدي كسر له راسه. لا 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 ولا هيك بتحكي عن خيي؟ خيك ضحك على اختي. ابدا ما في اشرف مني منه لخيي. خيك واحد بلا اخلاق. واحد مثلك بلا اخلاق مسيو مطوي. انت مطوي انت انت سكينة مطبخ وانجا. شو قلت يا؟ لا يا مطوي يا ابن شو مالك؟ بدك تضرب بنت يا وطي؟ كيف لك قلب تحط ايدك على وحده بريئه مثلي يا منحات؟ عيب يا مطوي
مش هيك بيتصرفوا مع الجنس اللطيف. ثانك يو يا لطيف. شايف كيف بيكونوا الناس الكلاس المرتبين؟ مش مثلك يا طار. انا طار وليه؟ احميني من الوحش. خيي زين ريح اعصابك تحت، انطرني انا جاي. ولا يمكن، ما رح انهس من هون قبل ما اخذ بطاري من هالمرت الجيمي. واحد مثلك المرت، ما بقى تقول عنه مرت؟ مرته نص. فكر حاله شغل عصره، هو شقفة فحمة ما بينشاف. عمل لي حاله شديد حريم، هو انجا يشد السيفون. ولمين فكر حاله هالنجوة؟ كيف بيسمح لنفسه يصاحب ثلاثة مع بعضه؟ أربعة ونكيف فيك وهان. ولك إذا بتلاقى فيه ما بياخد معي أكثر من خمس دقايق. لا عيوني بياخد أكثر. أقل من خمس دقايق. عشر دقايق. ولك انطرني عشر دقايق ونرجع لك وعدنا سالمين. أنا حفل قبل ما يرجع هيداك الزمك. مين الزمك؟ عبده. آه يي، إذا هيك معليش. ليكي يا ديموزيل، بنصحك تفلي من هون قبل ما تشوفي حيك عم يتدمم قدامك. ها مش راح فل نا 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 نا. بشرفك مش مهضومة. لك شو باكل الكهواش؟ وين رجولية؟ موجودة وحياتك موجودة. ولك كيف موجودة وبس شفت بنت سرغسهد؟ ما هيدي رجولية. ايش بدك شوف رجال وسرغس؟ بتبطل رجولية خيي. زين انطرني تحت وانا بعيط لك بس يجي عبده. بعدك رح داعي الجيمي انا وياك. لا 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 ولا هيك لك عيد تضرب خي حبيبتك. هو ها كيف لك عيد تضرب خي حبيبتك؟ هو يا 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 فحولتي. تحت ابريدك. ايدك مش انت من الناس بتبطل انترسان. ولك مطوي افرقني بريحة طيبة بقى. مش همزحزح من هون. مش انت علمتني جملة لا يسلم الشرف الرفيع؟ شو بنا؟ انا باقي هون ناطر عبد وجيمي. جيمخانة جيمخانة وينك بنت عمتي؟ شو هيدا؟ العمى بتلعب فرخ وهودي. شو فيها الناس مجمعين عنا بالبيت؟ في شي في شي في شي في شي في شي؟ لا ما في شي بيحرز. قال شو قال؟ جايين يضربونا خي جيمي. يهلي في شي في شي في شي في شي في شي؟ قال خي جيمي ضاحك على اختن وخطبها هي وغيرها. جيمي بيعملها شي؟ لا نو وي نو وي نو وي. جيمي ما في احسن منه، اكيد مغلبطين بالعنويك. هو ايش؟ مين هي الأمورة؟ شو؟ ما حسب له يصدم الشرف الرفيع. اعطيني عشر دقايق بس. مين بتكوني حضرتك؟ انا عنيبي. اختو لعبدو بنت عمتها لجيمي وجيمخانة. ليه عم تسأل مسيو في شي في شي في شي في شي في شي؟ لا بس عم نتقرب. ليه ما بقى تتقرب اكتر من هيك؟ انا بنت محافظة. ايه وانا زلمي قضاء. وهواش دايرة بامها وابوها. وانا بحب البنت المحافظة، بموت بالبنت المحافظة. بس مش كتير محافظة، انتبه حالك. هو ايش؟ حكيني كلمة عجانب. اكسكيوز مي. اكسكيوز يو ويز يو، اصدق معك. شو هالجمال هيدا؟ هيدهم بالعيلة كله شاف، بدارهم الحلو. انا هلأ لعرفت شو يعني حب من اول نظرة. وانا نفس الشيء. شو؟ زبطناها بنت عمتي سلفتي؟ ايه ليه لا، مفروض نخطط شو لازم نقلن. هيئتهم فهمانين. الحمد لله صممت بريشه. منيح اللي عندك ستوكات بالخزانه. بيت السبع ما بيخلى من العظام. كل وحده من خطيباتي الى فردي بهالخزانه. قل لي بس كيف الايد عقياسك؟ مين قالك عقياسي؟ بتعرف اي ساعه بتقشط التنوره من نفضح؟ ما تشد ايدك كتير. انت عارف تياب مين لابس؟ لا تياب مين؟ تياب اختهم. لك هالتاني حكي فهم تاني حلي. هيئتهم غرب الشباب. لشو شتهم؟ خلينا عم نسيرهم لنشوف كيف بدها تفرج علينا. معك حق، لازم نفوت فيهم باسرع وقت ممكن. اجتنا رزقة شحمة عفطيرة. انا بموت بهالستايل، الجسم الصغير النحيف المقدقد. وانا ستايلي هيديك الأمورة. مش معقولي شو سكسي. مسيو
ما تطلع فيي هيك مستحي. خلاص خلاص ما خلص يي. فيني دردش انا وياكي على جنب؟ ليه في شي في شي في شي في شي في شي في شي لك كلمه بس لو سمحتي. دكور وانت يا مار. فيني استزوي انا وياكي؟ تستزوي؟ ناخد زاويه اكيد سيتري انتريسون، بس انه مش ضروري نستزوي، يعني في مجال انه نستسويف. شو يعني؟ يعني بنقعد على الصوفة. لا لا اتهاي مطوي. شرفنا اونشانتيت، وانا اسمي عنيبي وبغنجوني عوعو او بيبي او نابا او بانا او بوعة او اوعة. عنابي عنابي صرتي اعز احبابي، اسمحيلي بهالرقصه لاعبر عن اعجابي. واو بتقول شعر؟ معلوم انا شاعر، يعني حساس كتير. اوه اكتر ما بتتصوري. ولا مبين عليك بغل؟ المنظر بغش. ايه قلن هيك ليك مطوي، انت شو جايين تعملوا عنا؟ على اساس كنا جايين نحصل شرفنا. تحصل شرفك؟ يحصل بنطلونك مقشوط عليك. قلت يسلم لي جمالي. ميرسي عيونك اللي حلوين. يسلم لي هالشفتير. شفتير خلقة كاملة يا ربي. جيبك أنا؟ خانة خانة. بتحبيني؟ دغري هيك خامة لازم. مش لازم نتعرف على بعضنا البعض أكتر ثم أكتر. ما بتأمني بالحب من النظرة الأولى؟ مبلا مبلا، أنا أول ما شفتك ما شفتك هو بس شفتك حسيت هيك بشعور، يعني بشعور يعني بشعور يعني العين النفس. شو هالحكي؟ ايه ما انا بس انعجب بحدا دغري طلع نفسي، هيدا السيستم تبعي. يعني عجبتي؟ اكيد ما قلت لك رايت نفسي. يعني في مجال يصير عشاق؟ بليز ما تحط ايدك علي، انا بنت عايله، انا بس بقى حط ايدي عليك. اعطيني بوسه. رايت نفسي يعني عجبتي؟ لا هيدا غير سيستم. هلا انت اخته لعبده؟ وي. بس انت حلوه؟ وي. واموره؟ وي. ما بتشبهي ابدا، ايديكي بشع بشع بعينك. لا تقولش هيك عن خيي ولو. ما كنت عارف انه بيوم من الايام رح تجي فيه مره وتنسيني الدنيا؟ انا ما كنتش عارف بيوم من الايام رح اجي فيه مره. يب ما كنتش عارف انه رح تلاقي شاب حلو مثلك. ايدك احسن ما اكسرها. يب شو صوت هيدا؟ هيدي انا معي مرض بحنجرتي اسمه مرض الميجا هرتز. فجأة بيدخل صوتي وبيصير مثل الرجال. صار لي زمان عم عيني من هالمرض، وناطرة فارس الأحلام ليجي ينتشلني من حزني وينتشل صوت الرجال من صوتي. انتشلني وأنا فارس الأحلام ورح انتشلك من وحدتي. لا نزلني بدوخ على العالي. معي مرض اسمه على العالي الدار ما تعليها، ما في أعلى على الأرض. طيب بدي أسألك سؤال. ليه في شي في شي في شي في شي في شي بتحبيني؟ برد عليك خبر. أي متى؟ احكيني على السيلولر تبعي. طيب أعطيني رقم سيلولاري. أيدو بحفظه. تحفظه احفظه. 6 6 3 9 9 10 12 13 14 15 16 17 20 21 22 و6. هيدا كله رقمي؟ لا هيدا شراكي انا ورفقاتي. بعد في الكود 03 9 6 6 6 6. لك شو هالرقم هيدا يا عنابي؟ شفتو حلو حطينا حقه بلاوي. عنابي بحبك ورح اعمل المستحيل لبرهن عن حبي. اذا عن جد بتحبني على القليل بتحفظ رقمي. قلت لك المستحيل مش اكثر. شو هويتك يا قمر؟ النوم. ايه وبحب اظهر مع البنات. نعم عفوا عفوا، قصدي مع صديقاتي البنات، انه من كاسبير. ايه والباليه والكونغ فو والدوس للسالون والكونغ فو والايروبيك. شو هيدي اخر وحده؟ ايروبيك هاي رياضه. سامع فيها بالمشاكل عاده بيقتوا على ذكرى. صحيح صحيح. ايه وبالجامعة وهيك. وشو عم تدرسي بالجامعة؟ Business Economics of Political Science of Business Administration Advertising and Marketing and Child Education. شو يعني؟ إدارة أعمال. هيدا كله فرد اختصاص. أيوة بس اسمه طويل. كل واحد اختصاصه على قده. اختصاص عنابي على أدب. كم سنة اختصاصك؟ 4 سنين. أوف ليه؟ ما اسم الاختصاص لوحده بده سنة كاملة طينحافظ كهو. بروح على الصيد كل يوم. واو بجيب شي 200 فرية
300 مطوقة. يعني أنت أميدو لناطور؟ إيه، كيف عرفتي؟ ناطور خبرني. طيب أنت شو هوايتي؟ أنا بعمل باراشيت. تحكي جاد؟ كتير شاطرة بالباراشيت. طيب ما بتخافي بس تغطي تكسري حالي؟ ما بغط أصلاً. تطلع في طلوع، ما هي أتقل مني. أم؟ إيه، عكس كل الباراشوتيات، مرة وحدة نزلت في نزول كنت مرصص صدر صيد. حلو حلو حلو. وشو كمان هوايتي؟ عم بدرس الماني، ايطالي، وياباني. والله ياباني؟ بلاش يعني تشونغ فونغ سين تشيونغ فونغ. ايا تروك تشينغ فونغ سين تشونغ فونغ ترينغ سين تشيونغ. شو يعني؟ يعني شيل ايدك. هيدا كله يعني شيل ايدك؟ شو فكرك الياباني صعب؟ بتعرف شو يعني تشونغ؟ لا. يعني البنت بهالايام لازم تكون محافظه وتنتبه على عائلتها وتكون صالحه بالمجتمع، تنتبه على بيتها وعلى زوجها وما تطلع شمال ويمين. جيب كانا خانا خانا. في عندي خبريه حلوه كثير. خير؟ لا تشاور فيها انا وخيي، برجع بزفلك الخبر السعيد. يلا يلا. لا تدرس العاب كي ولا عن في كثير زعران بالمجتمع، ما بتعرف شو بيصير معهم. مطوق حكيني كلمه خيوم. بعدين خيي بعدين. ولك عاوزك دور يوم. ايوه. لا بعد ما خلصت لازم تدرس كاراتيه وتحصل على السنتير الفوشي، ومن بعد ما خلصت فيك تقوم. اكسكيوز مي. اكسكيوز يو ويز يو، اذنك معك. ولي مطوق انا دايب دور. وانا كمان. انت عم تفكر مثل ما انا عم بفكر؟ ليش انت بشو عم تفكر؟ هيها نصف الثاني شريكة حياتي. وأنا كمان يا هواش لقيتها وأخيرا. فإذا حفلة عرس بتصير هون رأسا أنا وياك فرحتين بحفلة 100%. بنقول مبروك. مبروك صبايا، في لي خبرية حلوة لكم. نحن قررنا نتجوزكم. أنا عروستي جيب كانا. خانا. أنا عروستي هالنبي. ايه شو هيك خبط لزق؟ شو 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 إنه على القليل خدوا رأينا. شو رأيكم؟ نحن دغري هيك خبط لزق ما منقدر، لأنه بصراحة بدنا نكمل علمنا، إنه في مجال نأجل شوي. أوكي بقبل، بس من هلا لوقتها منكون خابين. بعتقد هيدا أثبت حل. ليلة سهرتنا نخيي هون في منزلكم الكريم. موافقين؟ إنه انتو شو؟ ماشي يعني موافقين؟ ايه. كيف ايه كيف ايه؟ على شرط بتعرفوا عن خيي جيمي. كيف لكن؟ ما رح منصير قريب، وانا متأكد انه ابن عمي ادم. وانا عبدو. يا ستي وانا عبدو. ايه وشرط تاني، بتروحوا هلا بتجيبوا المحابس طيارة الثلاث دقايق ورجعلك يا قمر. مطوي الحقني، الليل ليلة السعد. يلا يبدو انه صمتنا. يبدو. انطريني انا راجع. الله معك. تبع الطريق انت ورايح، اذا تلاقيت بالعسكر العثماني ما تغير طريقك. عم بلقطوا الصعيدين. شو هاي تكفت الجو منيح؟ لا اعوذ بالله، بس ايش بدي اعمل ظروف. طب يلا اطلع على السريع، اطلع غير ثيابك بسرعه. يلا يا 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 شاع الشباب عارفين حالهم شو عاملين، تاركين اخوتهم تحت مثل الفزيعات عم يحرسوا باب البنايه. بس افينا شو نضل نسوان ولا فينا نرجع رجال؟ ايش هالحكي هيدا؟ اذا رجعنا رجال بدنا ناكل ضرب، واذا بقينا نسوان بدنا ناكل الضرب. طيب اشائك نطلب الشرطه. شو بدك تقول للشرطه خاطب اربعه بعدين يجوا يشوفونا بهالمنظر؟ لك بلا فضيحه، لك بلا اخر. وشو الحل؟ الحل الوحيد بدنا نضلنا عم نسير ونشوف كيف الله بده يفرج علينا. يا رجل جايين يخطبونا. ايه مش احسن ما يذبحونا؟ أحد من عشي عشقة بنص السوق، فجأة بتمرق هي وأنا وحدي عم سوق. الأحد من عشي عشقة بنص السوق، فجأة بتمرق هي وأنا وحدي عم سوق. وبتطلع في عيونها بعيني، وبتطلع في عيونها بعيني. كنا ملوك الشوفري نسينا كيف نسوق، كنا ملوك الشوفري نسينا كيف نسوق. والأحد من عشية عشقة بنص السوق، فجأة بتمرق فيي وأنا وحدي عم سوق. وبتطلع في عيونها بعيني، وبتطلع في عيونها بعيني. كنا ملوك
ملوك الشفري نسينا كيف نسوق، كنا ملوك الشفري نسينا كيف نسوق. ايوه ايوه ايوه، مبروك يا عروس، مبروك يا عريس. ميرسي، الله يبارك فيكم. حبيبي يا هواش مطوي. لحقت عأول شارع ولحقت عالتاني، جيت بدي أحكيها فجأة مربط لساني. لحقت عأول شارع ولحقت عالتاني، جيت بدي أحكيها فجأة مربط لساني. واتطلعت فيه عيونها بعيني، واتطلعت فيه عيونها بعيني. نسيت الأبيات الشعري عاسمي مش عم فوق، ومن وقتها زاغوا عيني الحالي عم بتسوق. والأحد من عشية عجقة بنص السوق، فجأة بتمرق هي وأنا وحدي عم سوق. وبتطلع في عيونها بعيني، وبتطلع في عيونها بعيني. كنا ملوك الشفري نسينا كيف نسوق، كنا ملوك الشفري نسينا كيف نسوق. ولا كل الأحوال كل الظروف، ما بنسى عيونك لا والله ومثلن ما بشوف. لو مهما أبرم لو مهما شوف، بكفر عيونك وحياتك من بين قلوب. كل الأحوال كل الظروف، ما بنسى عيونك لا والله مثلن ما بشوف. لو مهما أبرم لو مهما شوف، بكفر عيونك وحياتك من بين قلوب. كل الأحوال كل الظروف، ما بنسى عيونك لا والله مثلن ما بشوف. لو مهما أبرم لو مهما شوف، بكفر عيونك وحياتك من بين قلوب. بعرف وحياتك إنه بحياتك، مش أنا وحدي اللي ناطر واقفين صفوف. كلن وقفوا لي جمالك وصفوا لي، بقضي عمري عم بوس بقضيها وقوف. كل الأحوال كل الظروف، ما بنسى عيونك لا والله مثلن ما بشوف. لو مهما أبرد لو مهما شوف، بكفر عيونك وحياتك بتبين قلوب. إذا بتريدك لا تكون بعيدي، بكفي أنا بطابق أرضي وأنت بالروف. أنت يا حلواني ليش مخباي، رح أسرق قلبك يا قلبي وبكرة منشوف. كل الأحوال كل الظروف، أي والله ما بنسى عيونك لا والله مثلن ما بشوف. لو مهما أضرب لو مهما شوف، بكفر عيونك وحياتك من بين قلوب. لو مهما شوف من بين قلوب. كل الأحوال كل الظروف، اي والله ما بنسى عيونك لا والله مثلن ما بشوف. لو مهما أبرم رح أبرم، لو مهما شوف رح شوف، بكفر عيونك وحياتك من بين قلوب. كل الأحوال كل الظروف، ما بنسى عيونك لا والله مثلن ما بشوف. لو مهما أبرم لو مهما شوف، بطفر عيونك وحياتك من بين قلوب. كل الأحوال ان شاء الله منتهنى. ويش يا حياتي، حطوا بالاصبعين. مبروك حبيبتي. دقي حياتي دقي، حطوا بجيبتك. لك حياتي، ليه ما بتطلعوا على الجبل بترتاح شوي فوق بالضيعه انت واخوتك؟ لا اعوذ بالله، اذا شيء بيطلعوا الشباب وحدهم والخطاب بيضلوا هون. معلوم، ما نسهر نحن وياكم الليل. شو هالحكي؟ شباب طلعوا على الضيعه وصفوا الخبر السعيد لاولاد المنطقه كلها. قالوا لنا هواش ومطوي انخطبوا احلى بنتين ببيروت. ها خلص صرنا قرايب،
الجيمي صار منا وفينا وانا متاكد من براءته. يلا لشوف. اكيد ايوه اكيد. يلا يلا اخر برافو ابدا. واخيرا خلالنا الجو صرنا وحدنا انا والليل وحبيبي. يا ريتك يا ضو بتسمع ما بدي سرب حبيبي يا ضو تاخر لتطلع. ياي شو حلو ياي. فورمي فابل فورمي فابل. مطوي انا ما بعرف اقول شعر. اعمل لي شي بيت شعر لاقول لجنتانا خانة. العالم منك شو عانى وقلبي لعواطفك مخانة. ريته يسلم للجمال ودلالك يا جيمكانا. خانة خانة برافو. شو هالشعر الحلو هيدا انت عامله؟ معلوم انا بعجبك بالشعر بس ما بعجبك بالشعر. ايه اصلا انا كتير بحب لقرعتك تري انتريسون. شكرا. لمع صباطك مهضومة. اعطيني موسم بعدين. ما خلص اخطبنا. اعطيني موسم بعدين بعدين. ايه كتوم او نكتوم من تمي كالانيا. ها خليكي مرتاحة أنا بفتح. هاي عبدو. وينس عبدو؟ هاي مش هون. مش هون. انت مين يا؟ هاي مش هون بيت ولا جيمي؟ لا امبلا. شو بتريدي؟ انت مين؟ هوش حبيبي. وانت مين؟ جيم خانة اخته لجيمي. ما انت بنت عمته لعبدو يعني؟ ايوه. وانا ميمي خطيبته لعبدو. اتشرفنا. صرصور اوعى تقرب يا صرصور. بالحقيقة بالحقيقة عبدو راح هو وجيمي مشوار. لوين؟ ما بعرف. هي اخدمك بشي؟ يا الله شو هالصدفة الحلوة. انا كتير بحب اتعرف على قرايبين ولخطيبة. نايس تو ميت يو. دكتور مرحبا يا عمر. هي هي ما تتطلع فيها هيك انا بغار. ما بحبك تتغزل بحدا غيري. ما كتركيني هلا. ما شايفه هلا جمال؟ يه ولو ما انت خاطب. انا بعمل بدية. انا الرجال هون. لا مش وحدك الرجال هون. مش وحدك الرجال ما هي خاطبة كمان. ايه يعني خطيبة منار. لكن بران مطوي. ومين اللي وراك؟ خطيبتي عنابي. مين يعني؟ يعني اخته لخطيبك. اخته لا بس عبدو ما عنده اخ. كيف؟ كيف؟ بلا بلا رو 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 بلا في عنده ولا ما بتعرفي يا؟ لا عبدو ما عنده اخ. بلا عنده. لا بلا لا بلا لا لا تشير ايش بلا. شفت شبه عبدو؟ بس لا يعني عبدو ما عنده اخت ولو شو ما بعرف خطيبي شو عنده اخوين. لا ما بتعرفي. بلا بعرف. ما بتعرفي. بلا بعرف. ما بتعرفي. بلا بعرف. ميمي أكلنا بصمة. مش عاد تفهمي. راحتك كتير. تعي تبوسك مرت خيي. ايه شو عم تعملي؟ عم غنيش مرت خيي. لك يا ريت خيك بينحسد مني. كيف شو بدي خبرك تخبري؟ بعدين مش قدام الناس يمرق نهار ما بيقول لي كلمه حلوه. بعدين مش قدام الناس
عارفه شي من شي. انت مش عارفه شي من شي. الله يسمعنا لاخبار الطيبه. خبرينا بعد قرابتنا، خبرينا بركي فينا نساعدك بالشيء. شو قدام الناس؟ ما في حدا غريب. انا بحبه كثير وبغنجه كثير، بس وغيشي وماشي. ماشي ايه بس غيشي لا. سيد اسيد على الغيشي غيشي. اسكتي انت، ما بقى تفتحي تمك. بليز قولي له يهتم فيي اكثر. رح اقول له بس شوفه رح يهتم فيك اهتمام. وطشيل الموضوع بقى عبدو. ايش لك الشباب عم بيطلعوا بميميرة حيتوا بعيونهم، عم فكر بياخدهم على المطبخ بيبعطوا شو لقمه، وانت بهالوقت بتقول له القصه لميمي بركي فيها تساعدنا. ماشي ماشي. يا غيشي. اهلا وسهلا بالشباب، يلا شرفونا على المطبخ. جوا في عنا اشياء كثير انتريسون وترشهيه، خلوا قرايب يتعرفوا على بعضهم. انا بجيبها هون، هون في شيء اشهى وانتريسون اكثر. هي هي وين عم تطلعوا؟ لك شو هالجمال هيدا؟ دخلك نحن شو خاطبين؟ ولك يا زلمه منين بفرخوا هالصبايا؟ كل شاف يا اهلا من الثاني. ذوقوا هالهو. ما صار له ساعة خطبني، بلش يطلع شمال ويمين. بليز قدامي على المطبخ أنا بغار. هلا هيدي مرة ولا عندي مرة؟ ليش اللي عندي؟ أنا حاسس يا هواش إنه تسرعنا بهالخطبة. شباب يلا بليز بسرعة على المطبخ بركي بتسدوا جوعكم. فوت تناكل. هالطاولة منقرر شو لازم نعمل. يلا بون ابيتيت بون ابيتيت بون ابيتيت، بالعربي يعني بقطة. بون ابيتيت. مهضومين خطابكم. ميرسي بوكوك. خطيبك حلو. خطيبك حلو. ايه بس خطيبك جسيم، انا بحب الشاب الجسيم. ما خطيبك ناوي يعمل حديد. بده كثير من رفع الحوت. هيك صارت يا ميمي، بطل يعجبك عبده هلا. بالعكس بحبه كيف ما كان، ذكي ومهضوم وحنون. ميرسي الله يديمي. ولذيذ، والقعدة معه بتطول العمر. وكريم. هيدا أهم شيء. بجيب لك هدايا. كثير. جاب لك ساعة من جمعة بتجنن. شفتي بتق. تشرفي. ما حطيت حقها بلاوي. كيف؟ هو خبرني هو. بس بتعرفوا وين مشكلته؟ على الواطي. إذا خبرته كثير بتوعدين إن ما بتخبري لعاد. حبته كثير حنون، بس ما بيعرف يبين حنيته. بلا. وقت لزوم بلا. شو عم تعملي؟ عم بين حنيته. معقول؟ أمسري ما تفهميني غلط. بدي مني خدمة توصلي له لعبده هالحكي. خلص وصي. لأنه أنا بستحضر أن أقول له إيهون عطول. مزبوط، أصلاً طلعوا من مني خيره. شعرفي هو خبرني حرام، هو كتير منيح طبعاً وآدمي طبعاً وبضاي طبعاً، بس أوقات ما بينطق. ليه ما بينطق؟ ليه؟ أوقات بعنيد، بحكي بالشرق بجاوبني بالغرب، بيصلى بفرسك لي. برمي حالي. نعم عم تحكي عن خيي. وإذا أصلاً بشوفه مرة بالجمعة وأنجى. طب ليكي ما زالك فتحتي لي قلبك، خبريني أنت بيعجبك شي حدا غير عبده شباب؟ اوه كتير. اشو كم واحد يعني تقريبا؟ انه في كتير شباب حلو، النظر ما بينحجب، بس بحب اقوله وحده. طمنطيني. واللي مطمن لبالي انه هو ما بيطلع بحدا غيري. يا حرام اشيك مخشوشه، خبريني بعد بقيهم كلهم. يلا عندي شغله مش حلوه كمان، ما بيعترف بغلطه. بلا بيعترف. لا مرة كنت انا وياه بحفلة نحن واصحابنا والجو بعقد، نعس بنص السهرة وصار بده يفل ونزعلي كل شيء. طب ما نعس على طريقة شارعنا، قلت له ما زالك تعبان لشو جيت معي؟ بيعاني منيح. يا عمي شو عرفك؟ قال لي انه قال لي بيعاني منيح، انا جاي كرمالك. قلت له ما زالك جاي كرمالي، بتشد حالك وبتضايل لاخر السهرة. مزبوط. ام قال لي ماش فيي ضاين. قال لي ما بقى فيي ضاين، انه معقول كل البنات بقيوا سهرانين للصبح انه وخطابهم، الا انا سربت الساعة 12 مثل ساندريون. معي حق ولا لا؟ لا معكش حق. كيف يا مامي؟ انت مين؟ انا غيشي يا ميمي. حبدو. انا سطلي يا ميمي. ليش عامل بحالك هيك؟ من وراك انت. من وراي انت وقعتينا بالمصيبه. شو خصني؟ مش انت قلتي لزينه حقيقه جيمي؟ مزبوط. اخوتها بيكونوا خطابنا، اجوا تيذبحونا، قمنا تنكرنا نسوان، قاموا خطبونا. هلا اللي جوا جيمي؟ ايه. بعدين ايش كنت عم تحكي عني؟ ما حكيت عنك الا كل الخير. سأل اختك. آه يا أختي، ما أنا أختي. آي مزبوط. شفت أنه ما عندك أخت؟ ما تبقى تشارعني. بعدين عفوقة، مين دق البيبة ميمي؟ شب رزنمات. سوري عبدو، بس حبيتها كتير لزينة، ما كان بدي جيمي يضحك عليها. هاي بيحسبها أخته. ما جيمي ما عندوش أخت، هيدي مشكلته. والله، واللي جوا مين؟
هيدا هو. مظبوط هيدا هو، بس انت ما عندك اخت ومنك مثله. هلا مش وقت حسابات، خلينا نشوف كيف بنخلص من هالشتل تاني اللي جوا، وبعدين كل حد له حديث. حكيتوا بوليس؟ اي بوليس بيفضح جيمي، بعدين ايش بنقول لهم؟ هودي خطابنا. عبدو بسرعه فوت لجوا، لاهي الشباب بدي احكيك انت لميمي. لا تاخذ راحتك بالحديث انت كمان. هلا انت فوت لجوا. انا غاشي يا ميمي، انا غاشي. تفضل. عبدو عبدو، واحد زائد واحد 22. بعده منيح. مرحبا مني، انا جيم الحقيقي. تفضلي عادي. ليكي الشباب اللي جوا دايخين فيكي كل الوقت بسيرتك، مسحوا الطاوله هن وعم يحكوا عني. يا مامي. لا مامي ولا بابي، شوفي كيف بدك تبعديهم من هون نهرو. ما بسترجي. ميمي اذا مش كرمالي كرمال عبدو، حياتنا بين ايديكي. كيف بدك بعدهم؟ خديهم على الزوق، اعمل اللي بدك اياه. نحن بهالوقت بنهرب وبنبعت حدا وراك. شو عشرت اللي بدك اياه؟ بتجاوبني على اسئلتي بصراحه؟ اكيد. انت بتحبها لزينة؟ هلا شو هالسؤال؟ جاوبني. انه هي المفضله عندي. يعني بتحبها؟ ايه ايه. بس انا ما بدي ارتبط، بخاف قد ما صار مارق علي نسوان. بعدين شو بدك فيي؟ انا هيك مبسوط. مبسوط بحالك عم تضحك على البنات؟ مش كل النسوان مثل بعض حبيبه. ليش شو حضرتك ضميري هلا؟ بدك ساعدك؟ بدك تساعدني؟ هدي احكي مع زينة. يعني؟ يعني هالصورة لازم تصير ثابتة وما بقى تنبرى. أنا بقدر بعد إخوتها من هون، بس شو بيضمن إنه ما يرجعوا بعدين؟ بس لما حضرتك تكون خاطب زينة علنا وزينة بس، ما فيهم يعملوا معكم شيء. بس إنه خطبة يعني. إنه شو بك ضلك هيك متنكر كل حياتك، لابس فستان وحاطط بيروك؟ خليك رجال وخذ قرارك. أصلاً 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 هي بتسوى رقبتك. ممنونك أنا. انا بدك احكيها وبسرعه. ايه والشفاطات اللي جوا؟ اتركهم علي، اصلا هن كيف يسمحوا لحالي ينغرموا فيي هن وخادمين اللي جايين لياخذوا بيطارهم منه؟ عملوا مثله واضرب كمان. طب بكفي مواعظ هلا صد ضمير، اعملي معروف، اعطيني من الاخر. كيف بدي احكيها لزينة؟ هلا انا بدي اقول لك شو بدي اقول لها. من سينك ب 24 فرنس. يا مار ما بقى فيي ضايل، عم بيعترف لك بحبي. وين خطيبتك؟ هالكركمه يا حي جوا. كيف بتحبني وانت خاطب؟ شو بدك اعمل انا بامرك؟ انت امري وانا بنفذ. بدك تترك خطيبتك وبعدين بنحكي. ولك بتركها وبترك بيا كمان، بس انت قولي. اوعى تقرب. بخبر خيي. وانت ما فيك على خيي. ليه؟ لانه خيي ضابط كبير بالشرطه. لا مبلا اعال، هيك من صاهر الدوله. بعدين في شاب تاني عم يتقرب مني غيرك، وبعدنا عم فكر بالموضوع. مين؟ خطيبك الصغير؟ لا خطيب صغير بدي اتركه، مش مبسوطة معه. عم بحكي عن حدا تاني. من هو؟ شاب حلو كتير. من هو هالحلو كتير؟ دليني عليه ليبطل حلو. بعرفه؟ ما بتعرف بغيره. اف اقرب الناس لإلك. اقرب الناس لإلي عم ينفسني عليكي؟ دليني عليه لصير له رعبته بمحلها. ما فيك عليه. انا فيني عليه؟ هو منك بكتير. انا هو ايش؟ هو ايش اللي بحط اجره بساحة الضيعة؟ ناس بترجف عصب، بدي خاف منه؟ شو قبضاي؟ أنا بموت بالرجال قبضاي. أنا مالك القبضايات. فسألتك قبضاي بالحكي بس. باطل! دليني عليه لعصر وعصر. أكيد. وينك يا عمي وين؟ أنا مستعد نفسه كرمالك بس على الشرط. إذا غلبته بحصل على قلبك يا أمر. وإذا غلبك؟ فشر، أنا ما في حدا بيغلبني. عم قول إذا. بحال غلبني، بحال يعني صحتين على قلبه، بس بشك. قولي لي من هو؟ يا رب العذر. هيدا اسمه؟ شو دخلك مين امريكاني؟ ولك خيك مطوي يا زكي. مطوي؟ مطوي. في شيء ما يقال؟ ولي مطوي؟ ما في واحد يحكي شيء قدامك؟ انا عجبتني قبلك وصرحت بحبي قبلك، وانا اللي قنعتها تترك خطيبة. بس هي انعجبت فيي انا. لا هي انا. هي قلتلي. قلتلي لي. هي هي لازم نوصل لحل. بدك تنقي يا انا يا هو. صراحة فرجين انا بنقي الشاب القبضاي. وانا الشاب القبضاي. بس انا حلمي يكون حبيبي اقوى رجال بالعالم. وانا اقوى رجال بالعالم. الحكي ما بينفع، بدي اثبات. يلا انسحب قبل ما تجبرني دممك. انت تدممني ولي انا بدي عشرة مثلك، فاذا خلينا نتبارز، واللي بيربح بتطلع القمر من نصيبه. وافق. والخسران بيطلع هريبي على الضيعه مع وشه. انا جاهز. وانا جاهز. هي 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 مش هون بتكسروا لنا الديكور. انا فكري تنزلوا على جنينه وان شاء الله بتقبروا بعضكم للصبح. انا بوقف على الشباك وبعمل بوب كورن وبحضركم. هو شماله مالك؟ ولك يسلم لجمالك، مش بس بترك عنابه، بترك الدنيا كرمالك. تانكس.
يا قمر فوق التلة، يا قمر فوق التلة، يا قمر تحت التلة، يا قمر. يا عمي شو روكبت معك؟ بطوة اعمل لي شي بيت شعر قبل ما دممك. لك حل عني يا الحقني عشنيني لنتبارز. لك يسلم لي الجمال. رجع لك يا قمر. أطلنت موا. ألو بوليس وين صرتوا؟ بعتوا دوريه بسرعة رح يقبروا بعضهم بجنان. أوكي جيمي عبدو. يا عمي أنت شو أنت؟ أرسين لوبين؟ هيدا مخ مش بطيخ. أوين منكرتيني يا أرسين؟ أوين طلعتي مني ولا؟ سوري عبدو كان لازم أعمل هيك تتنجح الخطة. بس ما بقى تتغنج يا حدا هيك تاني مرة، أنا بغار بعدين أنا غاشي. لك عبدو شو باله هلا؟ خبرينا في حال رجعوا الشباب شو بدهم يعملوا فينا؟ ما فيهم يعملوا معكم شي لأنه بتجي الشرطة بتاخد الأول على الحبس والتاني على المستشفى لأنه الأول مدمم والتاني مدمم. آه يا ميمي والله إنك ذكية ومنك هينة. كيف اغتبطيه لعبده؟ شفت ما المصيبة؟ ميمي ولك شي مهضوم لما يعصي. ليكي بعد سؤال بس، هلا في حال رجعوا بالسلامة يعني انه ان شاء الله لا من المستشفى والمغفر ساعتها شو بدهم يعملوا فينا؟ ما فيهم يعملوا معكم شي لان حضرتك بتكون اعلنت خطوبتك الرسمية عزينا وعين نابي وجيم خانة مصدومين انه ترقوا خطابه. انا مش مصدومة. بس ساعتها بتصيري انت الملزم بالوحيدة. ما تخاف علي انا في مين يحميني. مظبوط خيك ضابط كبير بالشرطة. لا شوفير ولا الضابي، بس انا قلت هيك تخوفهم شوي. لكن مين بده يحميكي؟ عبدو. ايه واش كان ضرورة تخبر اخوتك عني؟ وانت كان ضرورة تلعب بعواطف الناس؟ معقول كنت تحكي مع ثلاثة غيري؟ كنت هيدي مرحلة طيش ومرقت ما بقى بعيدة بحياتي. وتصديقا على كلامي جبت أربع مسامير وثبتها الصورة، هيدا البرواز ما بقى بيبرم بحياته. عفوا جيمي جبت لك الكماش اللي وصيتني عليها مشان تبقى تقبع. جيمي أنا لو ما بحبك ما كنت تصرفت هيك، بس صدقني كانت صدمة قوية. شوف النقزة شو كانت أقوى. بس انا مستغربة كيف قدرتوا خلصتوا من اخوتي؟ اخوتي بياكلوا الصخر. خبريني عنهم، ما كسروا الارض هن وعم بيدبكوا. اخوتي تتصرفوا مثل ما جيمي تصرف معكي. سابقا ما فهمت. قصة طويلة وبتنعمل مسرحية، المهم وباختصار اخواتك نزلوا ليخانقوا الزلمة قاموا تخانقوا بين بعضهم. الله يساعدنا عليهم، هن على طول هيك، إذا ما لقيوا مين يمشكلوها معه بمشكلوها مع بعضهم. شو عم تحكي؟ يعني معقول يرجعوا يشرفونا؟ خلص ما انت خطيبي وحبيبي ما حدا بيقرب عليك. ايوه هيدا اللي عم ناشد فيه. جيمي انا لو ما عن جد بحبك ما كنت رضيت بهالسهوله الا اذا رجعت خنتني. معقول يخونك زنزو عندي اياكي بالدنيا ولو بعدني تضلك وفي لالي؟ لا انه لا لا بمعنى انه انا الوفا، انا الوفا. بتحبني؟ بحبك وبس. ما شايفي من الصورة معلق لك اياها على الحيط؟ وهيدي ماشي لو بتشوف الصورة المحفورة بقلبي. حبيبي عبدو انا كثير مبسوطة انه قدرنا نجمع قلبين بين بعض. يعطيك الف عيف، اخدوا معك وقتها ينجمعوه. وانا كثير مبسوطة انه جيمي قبل يوصفك عنده بالصالون. كتر خيره. هلا صار عندك معاشين، صالون والمدرسة، شو رأيك نحدد موعد للعرس؟ اوكي مفيش مشكلة. عن جد اي متى؟ بثلاثة كانون الثالث منيح؟ عبدو جانفريي 3 جانفريي اشبو 3 جانفريي. جيمي شتك جاكو. ايه جاكو اذا مفكر حالك زماطت لا طويلة على رقبتك. انا جاكو يا جيمي وجاكو مانا لقمة هيني وفي حال انضحك علي بتكون نتيجة كتير عويصة. بتحكي مع ثلاثة غيري يا كازانوفا؟ صاروا وحدي. ايه ما فرقة معي ان شاء الله صيروا نص وحدة. انا اللي بدي اقوله اني مني مقطوعه من شجره، انا في كتير ناس وراي. بمين عم بتهدديني؟ ما كلكم ثلاث بنات بالبيت، ما عندكم اخوه شباب؟ مزبوط، بس عندي اولاد عم 18 شاب بياكلوا راس الحيه جايين ياخذولي بطاري لتتعلم تضحك على بنات العالم. معقول يكون فيها شباب؟ فوتوا. نحن جينا